شيخنا. شيخنا الكريم، أنتم جعلتمونا نحب ديننا أكثر، ونجتهد فيما كنا نقصر، ونتدبر لنتفقه ونتدبر أيضا. لسنا هنا لمدح عظماء، لكننا بصدد أن نشير للشرفاء، من لا يتاجر بالدين ويتباهى بحفظه للستين. أفهمتمونا ما الوسطية بين الدين والحرية؟ جعلتم الترهيب ترغيبة، فعملنا به لنيل رضا الله، وأن غير الله علينا لا أحد رقيبة ولا إله إلا الله. سعيتم مجتهدين لإجابة السائل ومساعدة الحائر، ومن قبل ذلك معبر للرؤى. وفي زمن بات فيه الحب بين الزوجين معابا ومريبا، كنتم أنتم من أول فرسان العلم تقصون علينا قصص الأزواج والمحبين. تعلمنا منكم عن الأخيالية وتوبة، وقبلهما أعظم حب لحبيبنا محمد الصادق عليه الصلاة والسلام. وفي زمن قالوا عن الابتلاء وزكاة النفس سحرا وعينا حاسدة، قلتم أنتم إن الله خير الحافظين. وفي زمن انتشرت فيه الفتن والمحن، قلتم أنتم اطفئوا نارها وكونوا من المستغفرين. وفي زمن أمطر بما يسمى بالشيوخ يفتون في الجهاد، وهم وبنيهم عن نار الخطب بعاد، قلتم أنتم اتقوا الله فينا وفي فلذات كبدنا وأعمدة بلادنا. وفي زمن أصبحت ممارسات الحياة في نظر البعض من خوارج العصر حرام وأفتوا فيها جهلا وظلاما، قلتم أنتم رويدكم، بل حسبكم الله، فقد شوهتم الدين بأفكاركم المكفرة. وبين هذا وذاك، وبين العلم والجهل، وبين النور والظلام، أحببنا فكركم وتعلمنا من نهجكم، وأسلكنا السبيل الوسطي، لا نقرب الحرام ونتقي الشبهات، ولا نتهاون في الفريضة، ونحن على دين محمد عليه الصلاة والسلام. سامحوني إن أطلت عليكم، ولكن أردت أن أشهد بالحق، واسمحوا لي إن كلما كانت لي مداخلة بأي موضوع سأتصل وسأشارك. شرف لي أن أبعد بما يجول بخواطري من بلد مليون ونصف شهيد إليكم، إلى برنامج وأجمل برنامج على أجمل قناة، من أحب دولة على قلوبنا، ومن أكفأ مقدم والشيخ وأسمى معاون له بلغة الإشارات، وأنبل طقم من معدين ومصورين ومخرجين ومستقبل المكالمات. فإني أسأل الله لكم أن يرزقكم بر الوالدين ونعيم الدارين وقبلهما رضا الله، وأن يجعلكم ممن علم فنفع الناس بعلمه، وأن يحفظكم من سوء وشرور البشر، وأن يحبكم الله ويحب فيكم خلقه. السلام عليكم. وعليك السلام يا فريدة. فاصل ونعود إليكم.